بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 86 بعد 100. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله الكلام في أسماء الله سبحانه وما يدعى به منها، والفرق بين ما يدعى به منها وما يخبر عنه به منها كما نقلنا عنه في الحلقة السابقة. ثم يقول رحمه الله: وهذا كما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأمرهم أن يقولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، كما خاطبه الله بقوله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لا يقول: يا محمد، يا أحمد، يا أبا القاسم، وإن كانوا يقولون في الإخبار كالأذان ونحوه: أشهد أن محمدا رسول الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله، وقال: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فهو سبحانه لم يخاطب محمدا إلا بنعت التشريف كالرسول والنبي والمزمل والمدثر، وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم، مع أنه في مقام الإخبار عنه قد يذكر اسمه. فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب في حق الرسول، وأمرنا بالتفريق بينهما في حقه. وكذلك هو المعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر من العلماء والأمراء والمشائخ والرؤساء، لم يخاطبوهم ويدعوهم إلا باسم حسن، وإن كان في حال الإخبار عن أحدهم يقال هو إنسان وحيوان ناطق وجسم ومحدث ومخلوق ومربوب ومصنوع وابن أنثى ويأكل الطعام ويشرب الشراب. لكن ما كل ما يذكر من أسمائه وصفاته في حال الإخبار عنه يدعى به في حال مناجاته ومخاطبته، وإن كانت أسماء المخلوق فيها ما يدل على نقصه أو حدوثه، وأسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث، بل فيها الأحسن الذي يدل على الكمال، وهي التي يدعى بها. وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي الحسن ولا يجب أن يكون حسنا. وأما في الأسماء المذكورة فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن، فينبغي تدبر هذا للدعاء وللخبر المأثور وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين للتفريق بين الدعاء والخبر وبين المأثور الذي يقال، أو تعريفهم لما لم يكونوا به عارفين. وحينئذ فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام آخر، بل يجب التفريق. قال رحمه الله في القاعدة العظيمة الجليلة في مسائل الصفات والأفعال من حيث قدمها ووجوبها أو جوازها ومشتقاتها، أو وجوب النوع مطلقة وجواز الآحاد معينة، فقال: المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة، سواء كانت إضافة اسم إلى اسم، أو نسبة فعل إلى اسم، أو خبرا باسم عن اسم، لا يخلو من ثلاثة أقسام. أحدها إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وفي الحديث الآخر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فهذا في الإضافة الإسمية. وأما بصيغة الفعل فكقوله: علم الله أنكم تختانون أنفسكم، قوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وأما الخبر الذي هو جملة إسمية مثل قوله: والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير. وذلك لأن الكلام الذي توصف به الذات إما جملة أو مفرد، فالجملة إما إسمية كقوله: والله بكل شيء عليم، أو فعلية كقوله: علم أن لن تحصوه. أما المفرد فلا بد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى، كقوله: بشيء من علمه، قوله: هو أشد منهم قوة، أو إضافة الموصوف كقوله: ذو القوة. والقسم الثاني إضافة المخلوقات، فقوله: ناقة الله وسقياها، قوله: وطهر بيتي للطائفين،
قوله رسول الله عباد الله، قوله ذو العرش، قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق، كما أن القسم الأول لم يختلف أهل السنة والجماعة في أنه قديم غير مخلوق. قد خالفهم بعض أهل الكلام في ثبوت الصفات لا في أحكامها، وخالفهم بعضهم في قدم العلم، وأثبت بعضهم حدوثه. الثالث وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل، مثل قوله وكلم الله موسى تكليما، قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقوله إن الله يحكم ما يريد فعال لما يريد، وقوله فباءوا بغضب على غضب، وقوله غضب الله عليه ولعنه، وقوله فلما سفونا انتقمنا منهم، قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوله وإن لم تغفر لنا وترحمنا فقل رب اغفر وارحم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وكذلك قوله خلق السماوات والأرض لما خلقت بيدي، قوله ثم استوى على العرش وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وفي الأحاديث شيء كثير، فالناس فيه على قولين، أحدهما وهو قول المعتزلة والكلابية والأشعرية وكثير من الحنابلة ومن اتبعه من الصوفية والفقهاء وغيرهم، أن هذا القسم لا بد أن يلحق بأحد القسمين قبله، فيكون إما قديما قائما به عندما يجوز ذلك وهم أهل السنة، وإما مخلوقا منفصلا عنه ويمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو فعل أو شيء ليس بقديم، ويسمون هذه المسألة مسألة حلول الحوادث بذاته. والثاني مذهب الصفاتية أهل السنة وغيرهم الذين يرون قيام الصفات به، فيقولون له مشيئة قديمة وكلام قديم. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.